بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة تجمعنا بكم في جرعة من الوعي. وفي هذه الحلقة ستكون جرعة من الوعي حول صحة العيون، وأيضا جرعة من الأمل في العمل الخيري الذي يقدم لصحة العيون، لنتعرف على العمل الخيري في داخل المملكة وفي خارجها، وكيف أبصر عدد من المرضى الذين هم بأمس الحاجة لعلاج أعينهم. لتكون عنوان هذه الحلقة صحة العيون والعمل الخيري مع ضيف كريم مبارك نسعد به في الاستوديو، هو الدكتور فيصل الودعاني، وهو الدكتور سعيد الودعاني، وهو استشاري جراحة العيون والأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك سعود. مرحبا بكم دكتور سعيد. أهلا وسهلا دكتور عبد الله، وسعيد جدا باللقاء بكم، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة ومسي على المشاهدين بالخير والسرور. الله يحييك ويسعد أيامك دكتور سعيد، وأنت إن شاء الله تقدم أيضا جرعة من السعادة للمرضى عندما هم يكونون يعني بالحاجة لإجراء العمليات الخاصة بالعيون، سواء في العمل الخيري داخل المملكة أو خارجه. لنركز إن شاء الله الحديث يعني حول ذلك وأثر العطاء أيضا عندما يقدم لهذه الفئة، وكيف هي مشاعرهم قبل وبعد ذلك. وما شاء الله هناك عدد من الصور التي سنستعرضها أيضا مع مشاهدين الكرام، صور العمل الخيري في داخل المملكة خارجها. سيكون معنا إن شاء الله جمعيات خيرية سعودية أيضا لها عطائها في هذا المجال، جمعية علاجي وجمعية عيوني، وأيضا يعني جمعية سفانة أيضا في حائل، عدد من الجمعيات التي لهم إسهام أيضا وعطاء في تقديم العمليات الخاصة بصحة العيون. ابتداء دكتور سعيد، قبل أن ندخل في جانب العمل الخيري في صحة العيون، دعنا نتعرف على العين وتركيبة العين ونعمة الإبصار دكتور سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نعمة الإبصار نعمة عظيمة وكبيرة لا يشعر بها إلا من فقدها. يعني احنا في العيادة ممكن نحس بالنعمة هذه، صراحة نعمة عظيمة، خاصة الناس اللي تكون يعني في عمر صغير أو كذا يصير لها إصابات أو يصير لها أمراض في العيون فتفقد النظر، فتحس هذا الشعور من الأهل والأقارب أنه الشخص هذا ممكن فقد وظيفة، ما راح يعني ما صار يروح ولا يجي ولا يقوم بأدائه، فتحس بنعمة الإبصار، خاصة إذا كان الضعف هذا أو الإبصار في عمليات أو في أشياء تقدر تمنعها، هنا تكون مسؤولية أعظم. طبعا بالنسبة للتشريح العين الخارجي، يعني زي ما احنا شايفين هنا المجسم، طبعا احنا قاعدين نشوف العين، لما نشوف العين فيه بياض وفيه سواد. سبحان الله. السواد هذا الموجود هي عبارة عن القرنية، لو ممكن هنا نسوي قطع للمجسم عشان تكون أوضح. السواد اللي قاعد نشوفه هنا الآن هو عبارة عن القرنية، تكون شفافة، وخلف القرنية موجود، خلف القرنية الموجود القزحية اللي جميل. تعطي لون العين. يعني بعض الناس تشوف عيونهم كذا عسلية أو كذا أو زرقاء على حسب صبغة القزحية هذه. نعم. طبعا نعم. هذه القرنية تكون شفافة، هي في السواد هذا. طبعا عملية تصحيح النظر هي اللي يسوى الليزر على القرنية، هنا على سطح القرنية. نعم. تكون خارجية، فهمت علي؟ حتى العدسات اللاصقة اللي يلبسونها، لأنه في اختلاف، إنه لما نزرع المريض عدسة ما أبيض يقول إنها راح لما تكون حرارة أو شيء إنه تحترق أو شيء، يفكرونها زي العدسات اللاصقة التي تضع القرنية، فهذه العدسات اللاصقة. أما طبعا البياض اللي نشوفه هنا الثاني هي عبارة عن الصلبة، وتكون البياض هذا اللي نشوفه. طبعا لو ندخل جوا هنا العدسة، العدسة سبحان الله داخلية، هي جزء داخلي، حتى انه هو اللي يكون فيه ماء ابيض، لما يكون في عتامه في عدسه العين تكون المال ابيض جوا العين، حتى لما نزرع العدسه تكون عدسه داخليه، فما تتعرض للاشعه ولا الغبار، ولا ما هي زي العدسات اللاصقه اللي تضع خارجيه. نعم. في فرق تماما عنها، عشان كذا بعض الناس يختلف يقول العدسه اللي زرعتوها لي في المال ابيض مثلا هل تحترق او مثلا تعرضت لاشعه الشمس او غبار او تطيح، لا هي عدسه داخليه. طبعا زي ما تكلمنا هذه العدسة الداخلية اللي يجي فيها المال أبيض، وطبعا هذا أكثر سبب يعني أو أكثر شيء مراجعين العيادة يفقدون العمى بسبب المال الأبيض، راح نتكلم فيه. طبعا هنا الطبقة الداخلية هي عبارة عن الشبكية، زي شايف اللون الأحمر هذا الشبكية، وهنا العصب البصري. العصب البصري سبحان الله هو يدخل إلى أن يصل الدماغ.
سبحان الله. حنا في العيون دائما أطباء العيون يحولون الأطباء غير العيون مثلا اللي عندهم أمراض في الشبكية أو أمراض في الدماغ أو شيء يحولون، لأنه أن أطباء العيون حنا التخصص الوحيد اللي نقدر نشوف الشبكية وأعصاب العين من فتحة. يعني أنا ممكن أشوف لك فتحة الدماغ الحين، الدماغ جاي من هنا على فتحة العصب البصري هنا. نعم. ففي فتحة بين العين، سبحان الله، العين هي عبارة عن أعصاب كلها بالدماغ. سبحان الله. فلما يكون لا قدر الله صداع شديد وفي ارتفاع في ضغط العين، في ضغط الرأس أو أمراض في الرأس أو ضربات، أقدر أشوف إذا في ارتفاع في ضغط الرأس من خلال فتحة من هنا أشوف العصب هنا. كثير من الأمراض نقدر نشخصها عن طريق فحص بسيط في العين، نقدر نشخص أمراض كثيرة في الجسم، ومنها السكر، الغدة الدرقية. نعم. مشاكل كثيرة في الجسم نقدر تشخيصها من خلال فحص العين. جميل، ذكرت نقطة مهمة دكتور سعيد، أسباب العمى، ويعني في خلال يعني التشريح التركيبي للتركيب والوظيفة للعين، أن هناك أيضا من الأسباب اللي تكون أكثر يعني من الأسباب المسببة للعمى. ما هي على مستوى العالم يعني الأسباب اللي ممكن يفقد فيها؟ خلنا نغير كلمة العمى إلى ضعف النظر أحسن عشان نكون دقيقين، لأنه عمى خلاص عمى ما بيشوف. نعم. لكن خلنا نقول إيش الأسباب اللي تسبب ضعف النظر في المملكة أو في العالم. جميل. إيش أكثر سبب مسبب؟ حتى لو تشوف، حتى لو أنت جالس في مكان معين تشوف الناس إيش عندهم في عيونهم. يعني أكثر شيء نشاهده حنا إنه الناس لابسة نظارات. يعني أكثر شيء يسبب ضعف النظر في العالم وفي المملكة اللي هو ضعف النظر، العيوب الانكسارية، اللي عنده قصر نظر، بعد نظر. نعم. انحراف. نعم. هذا أكثر سبب. حتى أنت لو جالس في مكان تشوف 5-6 لابسين نظارات، هذا السبب الأول في العالم. نعم. وفي المملكة اللي هي العيوب الانكسارية اللي هو ضعف النظر، سواء قصر، بعد، انحراف في القرنية. جميل. وهذا يعالج بالنظارة أو جميل. عدسات لاصقة أو عمليات التصحيح النظر. جميل. نروح السبب الثاني، وهو السبب يكون عادة مع تقدم العمر، وهو إيش؟ الماء الأبيض. جميل. وهو يعني مهم جدا، يعني لو نستبعد العيوب الانكسارية أكثر سبب في العالم يسبب العمى زي ما تفضلت هو الماء الأبيض. الماء الأبيض. الماء الأبيض زي ما شرحت هنا سبحان الله، يعني العدسة داخلية هذه تصير فيها عتامة. سبحان الله، هذا نسيج العين. سبحان. طبعا العين يعني سبحان الله، يعني لو تشوف النسيج حقها، يعني الأساس حقها، النسيج اللي طلع منه العين، تلقى أكثرها معظمها 80% من الأعصاب. نعم. الرأس، لكن في جزء واحد اللي هي العدسة، هذه يطلع من نفس النسيج اللي يطلع منه الشعر والوجه. جميل. سبحان الله، يعني مع تقدم العمر إيش يصير للشعر؟ يصير له بيض. يبيض. أيوة. أي أحسنت. نعم. والوجه يتغير مع العمر. نعم. فالعدسة سبحان الله مع العمر يصير لها ماء أبيض. يعني أنت تقصد يا دكتور أنه العين تشيب وشيبها يصير ماء أبيض؟ أحسنت. سبحان الله. أيوة. هذا يصير مع تقدم العمر، يعني أي شخص يصير ماء أبيض، ليش هذا مرض أنا بنعمي؟ لا، بعد 50-60 في بعض الناس يجيهم، بعض الناس يعني تأخر معهم على 60-70، الناس اللي عندهم الداء السكري ممكن يجيهم ماء أبيض الضربات، لكن غالبا الماء الأبيض يصير بسبب تقدم العمر، وشيء طبيعي بسبب النسيج اللي تتكون منه العدسة. طبعا. جميل. في أسباب أخرى، في الماء الأزرق، في الداء السكري على الشبكية، هذه أسباب أيضا يعني نكون حنا السبب الثاني أو الثالث مسبب العمى داخل المملكة أو خارجها. جميل. إذن يعني العمليات التي تأتي الخيرية للإبصار ولتصحيح النظر وكذلك للوقاية من العمى وضعف النظر، لك مشاركات جميلة حقيقة، ونحن نريد أن ندخل معك إلى عالم العمل الخيري في يعني صحة العيون. ما هي أكثر أنواع العمليات التي تجرى في العمل الخيري سواء في الداخل أو الخارج؟ العمليات، أكثر العمليات زي ما ذكرت يعني سابقا، هي العمليات اللي تصير مع الناس، أكثر الناس، وعمليات لما تجريها للشخص يرجع طبيعي. تخيل أنت عملية 10 دقائق ربع ساعة، يرجع الواحد زي عمره 20 سنة، هي كلها أثر. أيوة. أيوة. اللي هي المال أبيض. المال أبيض. هذه أكثر شيء تجرى. وحتى في أمراض أخرى كلها علاقة بالأعصاب، المال الأزرق، شبكية، غالبا هذه ما يكون لها نتائج زي. جميل. المال أبيض، يعني الشخص يرجع طبيعي 100%. أكثر العمليات. جميل. اللي تجرى في العمل التطوعي سواء داخل المملكة أو خارجها هي أكثر شيء عمليات المال أبيض. نعم. سنأخذ بعض الصور العمل الخيري وتعطينا يعني أيضا، احنا حصلنا على يعني مجموعة من الصور ممكن مع مخرجنا الكريم على الهواء، لي يعني ندخل أيضا يعني لشعور ومشاعر هؤلاء المرضى الذين هم أجروا يعني مثل هذه العمليات، عمليات العين،
هذه مشاركة إذن في نيجيريا، لو تعطينا القصة وناخذ بعدها صور أخرى. أيوه، هذه التاريخ 2018، هذه من أحد العمليات الجراحية. طبعا ميزة الجمعية هنا، طبعا المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحاضر يعني حريصة على العمل التطوعي وخدمة المجتمع سواء يعني في الخارج، ويمثلها دائما مركز الملك سلمان. الحمد لله. أيوه، فهذا في عمليات جبارة يشرف عليها المركز، بأنه يحاول يساعدوا المجتمعات اللي تصعب فيها عمل يعني العمليات أو قلة الأطباء فيها والإمكانيات. نعم. فدائما نأخذ هنا ماخذ الأجهزة والعدسات والمكونات. جميل. هنا صورها مع السفير، في السفير السعودي في نيجيريا، ما شاء الله. وهذه قافلة جيدة يعني كلها أطباء سعوديين، الأجهزة ماخذينها معانا من هنا، الأدوات والمستهلكات بدعم كامل. طبعا أجرينا تقريبا فوق يمكن 500 عملية تقريبا، ما شاء الله. ما أذكر أنا هذه الأطباء الزملاء أطباء العيون، فضل الله سبحانه وتعالى يعني تم إجراء عمليات. وطبعا الانطباع من الشعب أو مثلا من المجتمع هناك يعني من المملكة العربية السعودية، نريد أن نأخذ الصورة هذه، كيف هي يعني المشاعر وكيف هو التأثير يعني عندما تأتي حملة من المملكة العربية السعودية بمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وتقوم مثلا ب 500 عملية بمشاركة يعني أطباء سعوديين، ما هو الأثر اللي يكون موجود وتشعرونه من المرضى؟ والله شوف الأثر صراحة يعني عجيب وغريب صراحة، أنت لما تشوف زي مش لما تسمع. طبعا حنا لما نشوف الناس تجينا ونسوي لهم يعني، تخيل أنت قبل العملية تلقى لك ناس ما يمشون، في كل واحد اللي يجيبه أبوه اللي يجيبه أخوه اللي يجيبه يعني ما يمشي، يكون عائق على مجتمعه. سبحان الله. عائق على عائلته، عائق على أهله، يعني تخيل حتى داخل البيت وانت بكرامة قضاء حاجته وكذا هم يدخلونه يطلعونه يجيبونه، فيكون في فارق كبير. فارق بعد كبير العملية، لما يجي بعد العملية ويشوف يروح يجي يعني شعور عظيم جدا يعني الله. حتى تصل لمراحل يعني تلقى ناس يبكون قدامك أهلهم وكذا من الفرحة. نعم، يبكون نعم. من الفرحة، لا من ناحية الأهالي ولا من ناحية المجتمع اللي نسوي نخدمهم هنا. نعم. ننتقل إلى جمعية من الجمعيات حقيقة المميزة التي انطلقت بالمملكة ولها عطاء في مساندة مرضى العيون. نسعد كثيرا يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ صالح العنزي، وهو المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية بالرياض. السلام عليكم أستاذ صالح. حياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا، بارك الله بعطائكم وجهدكم بهذه الجمعية المباركة. لو أعطيتنا لمحة تعريفية سريعة حول جمعية عيوني، ما هي؟ حياك الله دكتور. في البداية دكتور تقدم لكم جزيل الشكر وقناة المجد على الدور الكبير اللي تقومون فيه لإبراز جهود ومخرجات العمل في القطاع الغير ربحي بشكل عام في المملكة. طبعا جمعية عيوني الصحية هي جمعية متخصصة في علاج العيون. أنشئت هذه الجمعية بسبب الطلب العالي والاحتياج المرتفع للعلاج، فبتوفيق الله سبحانه وتعالى انطلقت في أواخر عام 2020 برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ونائب الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري. طبعا الجمعية تقدم خدماتها للأشخاص الغير قادرين على تحمل تكاليف العلاج، تعمل على أهداف رئيسية وهو تقديم الخدمات العلاجية لمرضى العيون، أيضا تقديم الخدمات الوقائية والتوعية لمرضى العيون. جميل. لمرضى العيون تحديدا، ما هي يعني البرامج والمشاريع التي أنجزتموها صالح خلال الفترة الماضية؟ طبعا الجمعية تعمل على ثلاث مسارات، وهي توعية ووقاية وعلاج. نتحدث عن مسار العلاج، ونحن نقدم الخدمات والإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون في سواء الماء الأبيض والماء الأزرق، زراعة القرنية، الحولد الأطفال والعمليات الأخرى. وقد نفذت الجمعية أكثر من 5320 عملية ما شاء الله في ما شاء مختلف الله. التخصصات خلال منذ تأسيسها حتى عامنا هذا. ما شاء الله، مباركين في هذا العطاء. كيف تجد الدعم المجتمعي لما تقدمون في الجمعية؟ ويعني تواصلهم أيضا مع هذه الجمعية. بتوفيق الله سبحانه وتعالى الدعم كبير جدا، سواء من المنصات الحكومية والدعم الحكومي والمؤسسات المانحة والأفراد، فهذا هو السبب الرئيسي دائما فضل الله في النجاح أغلب أو الكثير من الجمعيات. ما شاء الله. طرق التواصل معكم أستاذ صالح لمن يرغب في دعم الجمعية والاستفادة من خدماتها، كيف له ذلك؟
طبعا الدخول على موقع الجمعية عن طريق محرك البحث جمعية عيون الصحية تظهر جميع المعلومات، أو التواصل عن طريق الهواتف الجمعية إذا حاب أذكر لك رقم من الرقم التواصل. نعم. عن طريق رقم 054-668 نعم 4-6-8-8. طبعا الخدمات العلاجية التواصل معهم في حال التواصل للعلاج أو للدعم أبدا نرحب بالجميع. بارك الله فيكم وفي عطائكم المبارك، وموفقين للمزيد إن شاء الله من العطاء. الأستاذ صالح العزيزي دكتور الله يسعدكم، جزاكم الله خير وبارك الله. بارك الله فيكم. كان معنا المدير التنفيذي لجمعية عيوني ما شاء الله دكتور سعيد، ولك أيضا تعاون مع هذه الجمعية. 5300 عملية تمت، هذا شيء ليس باليسير يعني 5300 مستفيد، الأثر عليهم لا شك يعني كبير. عندما يشاهد ويستشعر المشاهد هذا الأثر لكم عائلة امتدت 5300 عائلة أيضا، حدثنا عن يعني هذا الأثر وتعليقك على حديث الأستاذ صالح النزي. نشكر الجمعية على هذا التعاون، طبعا من دون الجمعيات هذه احنا لا نستطيع أن نعمل شيء، فحنا حلقة وصل، فهمت علي؟ فهم مشكورين صراحة الجمعيات السعودية لخدمة المجتمع وخدمة المواطنين، وهذا أقل شيء نقدمه للناس المحتاجين. طبعا الشعور أكثر شيء نلاحظه حنا في العيادة، خاصة لو في مقاطع أنه كيف شعور الناس لما تجري لهم، يعني تخيل تكون عائلة عندهم أب كبير أو أخ كبير أو والدة، من ضمن الحالات لما يجيني يعني تخيل الشكوى، يقول لما أنا أعطيهم أصب لهم قهوة أو شاهي ما تمد يدها تأخذ القهوة والشاهي، سبحان ما تشوف ما تشوف، تخيل يعني الله. أنا أذكر أحدى من اللي سويتها والله بعد العملية لما جريتها تبكي، حرمة كبيرة تبكي، فيأثر هذا الأثر جميعا. أنا ودي أذكر هذا عشان المشاهدين يحسون نعمة البصر وكيف الناس المحتاجة يتم دعمهم أيضا من دون من 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 خلال المانحين أو التجار. فشكوى هذه ما يشوف يعني ما تروح ما تجي، لما تجي بعد العملية وتشوف أولادها وتقول يعني هذا ولدي وهذا فلان وهذا فلان، أصلا ما تشوف حتى ما تشوف حتى يدها تتحرك، فيكون له أثر كبير. وإن شاء الله الله يكتب أجر المانحين والداعمين وأيضا الأخوان العاملين في الجمعيات. جميل. وأيضا المستشفيات والناس المتعاونة. جميل. في العمل الخيري. نريد أن يعني ننوع بين العمل الخيري في الداخل وأيضا الخارج، يعني شاهدنا جمعية ما شاء الله عيوني وتأثيرها وعطاها في الداخل، نريد أن ننتقل مرة أخرى إلى الخارج ونشاهد مع مشاهدينا الكرام بعض الصور التي تمت للعمل الخيري الذي يعني يحمل اسم المملكة العربية السعودية أيضا في الخارج عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية. عطنا قصة هذه الصورة دكتور رواسي. هذا طبعا هذا رائد في العمل الخيري وأستاذ لنا الدكتور سمير منصوري، ما شاء الله هذا من 20 سنة الشخص هذا هو يعمل في العمل الخيري الخارجي. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. له فضل عظيم على خاصة في الدول الأفريقية، والله يكتب له الأجر ويعطيه الصحة والعافية. آمين. هو أستاذ مشارك كلية الطب متقاعد الآن، هذا أحد الزملاء أيضا في نفس القافلة. طبعا هذه العمليات لما تجرى توجد فيها صعوبة جدا. نعم. الأماكن هذه اللي نجري فيها العمليات أماكن بسيطة جدا والأجهزة بسيطة جدا، وينقطع الكهرباء وانقطاع الكهرباء متكرر. نعم. خاصة يعني انقطاع الكهرباء هنا يعني انقطع لك 3-4 مرات وانت الله. تشتغل جوا العين. يا سبحان جوا الله. العين ما تشوف يعني انت عمليات العيون شوف جراحية دقيقة جدا. صحيح. يعني طيب اذا ما كيف تتصرف وقتها؟ تتصرف يسر الله، بعض الاحيان شغل الجوال، يجيب الجوال شغله. أيه. وعلى النور نشوف نخيط نشوف نطلع الموية. سبحان الله. فاضف الى ذلك طيب واحنا نشوف الان عملية حية على الهواء على اضف الامكانيات المسجلة. هنا طبعا هنا سحب الماء التقليدي القديم، هذا الماء الابيض، شفت الماء الابيض كيف قديم؟ نعم. هذا تخيل هذه امرأة أنا أذكرها يعني هي سبحان الله من ضمن اللقاءات لها، أنا قبل العملية كنت أمسك بيدها أدخلها العمليات، كانت ما تشوف، كان أمسك بيدها وأجلسها على السرير أبدا ما تشوف عمياء، لما جات بعد العملية تروح وتجي، فكنت يعني استغربت أنها حتى كانت تمشي بسرعة يعني ما هي بامرأة كبيرة يعني. نعم نعم. فكان مبسوطة جدا، فكان أحد المترجمين هم طبعا في نيجيريا يتكلمون اللغة أعتقد فرنسية. أي. فكان يقول إيه، فكان يسألها هو جاني المترجم قال يقول هذه المرأة تقول أنا ما أعتقد في حياتي إني راح أشوف كذا، إيه تقول أنا عمياء أنا اعتقدت إني أروح يعني راح أموت عمياء، طبعا مسلمة هي، تقول اعتقدت إني ما راح أشوف في حياتي، ما توقعت في حياتي
إني راح أشوف. سبحان الله. سبحان الله اللي جابنا من آخر الدنيا، ترى أفريقيا ما شاء الله هي في غرب أفريقيا في نيجيريا، فسبحان الله اللي جابنا من هناك لخدمة المرأة هذه الضعيفة. سبحان الله. فأبصرت وراحت. تجرون من عملية في اليوم تقريبا؟ في اليوم شوف إن لما نروح في البدايات يعني المكان جديد ما تعودنا عليه يكون فيه انقطاع في الأشياء، نبدأ بعشرين ثلاثين نصل إلى 80-100 في اليوم تقريبا، نجلس أربع أيام خمس أيام. ما شاء الله. طبعا التنقلات والأمن والأشياء هناك والجو والبيئة هناك والنظافة شوي تكون يعني متعبة. نعم جدا. نعم. ما تكون فيهم يعني صعوبة في. ويحضرون بعض المرضى من مناطق ثانية؟ أكيد. يعني يجون بعضهم يمكن سفر ولا كذا؟ والله أنا أذكر في بعض الحالات عالم يعني حتى يقولون راح يجينا عالم بعد ثلاثة أيام، ننتظر هذا العالم لأنه جاي من وسط أفريقيا وظهر وسائلهم ويأخذ يعني وقت مع وسائل المواصلات. يأخذ وقت، والله يجيب وسائل المتنقلة يأخذ له خمس أيام أربع أيام، وقالوا خلنا ننتظره هذا متصل علينا وجينا من شف ثلاثة أيام يمكن رابع يوم وصل لنا. سبحان الله. شوف كيف التنقل عشان يجي، ولما يجي هو ما يشوف أصلا مع اثنين ثلاثة. وأذكر سوينا له عملية وكان مرة مبسوط يعني بعد العملية لأنه تغير حياته للشخص هذا قبل بعد فرق السماء على الأرض. الحمد لله. يكون بدل ما يكون عائق على 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 أهله وبيئته ومجتمعه يكون معطاء ويكون يقدم لأهله ومجتمعه. كيف الأثر، كيف ينظرون إلى المملكة العربية السعودية، مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية، الأطباء بالمملكة، كيف يعني هذا الأثر؟ والله شوف إن نحس صراحة هناك بعزو يعني بعزو فخر صراحة. طبعا حنا مركز الملك سلمان الإغاثي ليس على عمليات العيون، عمليات جميع التخصصات، عيون، عمليات قلب، عمليات أطفال، عمليات جراحة عامة، في جميع التخصصات. الأطباء السعوديين صراحة يعتز فيهم ويفتخر فيهم في العمل الخيري سواء خارج المملكة أم داخلها. الحمد لله، فضل الله سبحانه جميل. وتعالى. وهذا شيء بسيط إنه يعني أقل شيء يعني نرد يعني الحكومة اللي لها فضل كبير علينا وإلى المواطنين وإلى الناس اللي ساكنين في البلد. جميل. هذا أقل شيء نقدم لهم. جميل. نذهب إلى بعض الصور الأخرى، وهنا يعني صورة فيها فك أيضا لغطاء العين وبعد نهاية العملية. عطنا شعور المريض في هذه اللحظة دكتور سعيد وهو يعني يبصر ما بعد العملية. تفضل. هذا أحد الأطفال، شوف هذا عمره طفل صغير، هذا عنده ما أبيض يمكن ما يجي عمره 13. طبعا هنا زميلنا رايد العمير الله يجزاه خير هو تخصص أطفال وسوي عمليات الأطفال ما الأبيض للأطفال. يعني بعد الله سبحانه هذا الطفل هذا كان أعمى، هذا كم يعيش من سنة قدام، إيش كان الله. يعني يخدم أهله وكذا، الحين بعد العملية هذه فرق السمع على الأرض، يروح يجي يعني يمكن يعني يساعد أهله يساعد مجتمعه يكمل دراسته. صحيح. أيضا في كبار السن أيضا نفس المشكلة، يعني في مشاكل كثيرة نواجهها. أذكر من أحد الطرائف يعني واحد سوينا عملية لزوجته. أي. فكان يجينا مبسوط يقول أنا مبسوط. قلت ليش؟ أي. مبسوط يقول الأكل راح تضبط لي. قلت كيف؟ قالت تحط ما تدري هذا ملح هذا بهارات هذا كل شيء ما تشوف عمي أنا اللي ضبطتنا الأكل ولا. كانت ما تلخبطي بين الملح والسكر. تلخبط بين السكر ما تشوف. أي. هي أصلاً الملح لكن بعض الأحيان في صعوبة النظر معه. نعم. نعم. إذن الأثر في هذه العمليات ليس على المريض لوحده بل على أسرته ومحيطه ويمتد أثره وعطاءه. لذلك يعني المساهمين فعلا بهذه العمليات الخيرية وبتكاليف العلاج الخاصة بعمليات العيون يحتسبون أجر، أنها يعني الأثر الذي يقدمونه ليس لعائلة واحدة ولشخص واحد خاصة. دكتور عبد الله شوف عمليات العيون سبحان الله الإمكانيات في الخارج قليلة، يعني تخيل دولة أحد الدول ما فيها إلا طبيبين عيون، دولة كاملة بدون ذكر أسامي، فيها فنيين فيها الأجهزة ليس لديهم أجهزة. أيضا أضف إلى ذلك إنه المال الأبيض شيء سبب عمى، تخيل تقول عمى يعني عمى في أي عصر أنت عمى ما يشوف الشخص. نعم. عملية بسيطة لمدة عشر دقائق ربع ساعة تتغير حياته، تغير حياته الله. تماما. فبالعكس العمليات هذه ليست على الشخص نفسه بس على محيطه سواء أهله عائلته مجتمعه مدينته الدولة اللي يعيش فيها تأثر أثر كبير. نعم. فيما يتعلق بالصعوبات التي تكون في العملية لا شك أنها يعني في مناطق يمكن تكون غير مهيئة بشكل جيد، ذكرت انقطاع الكهرباء اللي ممكن يحدث في العمليات، هل هناك صعوبات أخرى يعني تواجهونها في الأعمال الخيرية خارج المملكة بشكل خاص؟ شوف الصعوبات من زي ما تفضلت أنه صعوبة التنقل لما تروح أنت ممكن مر أربع دول أفريقية، كل دولة أفريقية نطلع مطار ثاني يتأخر لنا ترانزيت رحلة على رحلة تتأخر يلا بسرعة لا نتأخر نشيل الأجهزة معانا.
التنقلات جوا يعني بينه وبينك تكون يعني بعض الدول تكون غير آمنة. يعني ممكن الدولة تعطيك عسكر، يتخيل عسكر معاك يمسكون بسلاح وكذا، يروحون معاك يجون معاك، لأن أنت عارف الدول هذه ففيها خوف شوية، فهمت علي؟ أضف إلى ذلك العمليات، تجهيز العمليات، أنت تروح المكان ما تعرف المريض، شفته لازم تفحصه قبل وخلال العملية وبعد العملية ضروري. تحتاج مثلاً تعمل 80 عملية في اليوم، فالوقت ضيق. لازم ضيق. تشوفهم قبل، لازم تشوفهم قبل العملية وتجهزهم وقت العملية وتشوفهم بعد العملية. تخيل. هناك تحدي مع الوقت. جداً، حنا شوف الوقت هناك يعني عندنا لازم ننجز، حنا من بعد الفجر. ما شاء الله. نطلع من بعد الفجر، نصلي الفجر، نفطر ونمشي. قعدنا ساعتين ثلاث ساعات، هذا فحص المرضى اللي شفناهم أمس. سوينا لهم عمليات أمس، تشوفهم بعد العملية، تطمن عاد، شوف التعب اللي تعبته أمس، لما تشوفه اليوم الناس تشوف خلاص تبدأ يومك نشيط جدا. ثم بعدين تبدأ تشوف الحالات اللي راح تسوي لها عمليات اليوم، يلا على الساعة 10 كذا 10:30 تخلص هذه، بعدين تبدأ بالعمليات اللي جهزتها 50-60 تسوي لها العمليات. طبعا لما تروح بعمليات لازم تحضر أدوات وتسوي لك أشياء. يعني تخيل من بعد الفجر نخلص على الساعة 6-7-8 في الليل، تجي الساعة 9-10 هلكان خلاص. نعم. تأكلك لك أكل وتنام وتبدأ اليوم الثاني على 7 أيام 8 أيام 10 أيام يصير قد أنجزت العمل هذا. الحمد لله. بأعداد ما شاء الله طيبة. أعداد تختلف من 100-200 يعني على حسب المخيم إلى أن تصل 500 على حسب المكان والزملاء اللي معك والإمكانيات والتسهيلات. جميل جميل. إن شاء الله سنأخذ مشاهدينا الكرام في يعني رحلة معنا في ما يتعلق بالعمل الخيري، أيضا هناك بعض المقاطع الفيديو لبعض المرضى، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله سنواصل الحديث، وكذلك سنتعرف أيضا في الداخل لبعض الجمعيات المميزة أيضا في عطائها، ونأخذ أيضا هناك بعض المقاطع الخاصة بالعمليات هذه التي أجريت سواء في الداخل أو الخارج، لنشاهد بفخر يعني حجم العطاء الذي يكون داخل وخارج مملكة العطاء والإنسانية المملكة العربية السعودية. فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بعودتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في جرعة من الوعي، وحديث هذه الحلقة الماتة حقيقة حول صحة العيون والعمل الخيري. معنا هنا في الاستديو نجدد الترحيب به الدكتور سعيد الودعاني، وهو أستاذ واستشاري جراحة العيون بكلية الطب جامعة الملك سعود. مرحبا بكم مجددا دكتور سعيد. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الله. الله يحييك. ذكرنا يعني ما يتعلق بالعمل الخيري في المجال الصحي تحديدا في عمليات العيون، أثر ذلك يعني فعلا على المريض وأسرته. نريد أن نأخذ يعني مشاهدينا الكرام أيضا في رحلة إن شاء الله معنا هنا في الداخل، يعني تحدثنا قبل الفاصل فيما يتعلق بالعمليات الخيرية خارج المملكة وفي نيجيريا. نأخذ هذا المقطع من الفيديو لإحدى العمليات أيضا الجراحية التي أجريت في الداخل في منطقة حائل في جمعية ما يتعلق بجمعية سفانة الخيرية. طيب قبل العملية كنت تشوف ولا؟ لا ما أشوف. حتى تشوف النور ولا ما تشوف؟ ما أشوف النور ولا أشوف شيء. ولا شيء. والحين وجهي واضح. واضح وعارفك. الحمد لله الحمد لله. يا بعد روح. هذا من بعد العملية، هو مخلص العملية الآن. أمور طيبة. حنا نشكر القائمين على المبادرة هذه. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يوم الجمعة المبارك. يوم الجمعة المبارك. الحمد لله. والنظر أحسن. شوف أوضح. الحين وجهي واضح. واضح. الحمد لله. هذا من فضل الله. الحمد لله. الله يجزاهم خير. شفت الموية البيضاء؟ عطني الموية البيضاء شوف. شفت المويه البيضاء يا عم كانت مرة متجمدة الحمد لله. شفت المويه هذه خلنا أعطيك إياها شوف. شفت المال أبيض كيف؟ مرة متجمد شوف. أنا أرويك أمسك بيدك هنا. شفت هذا المال أبيض كيف متجمد يا عم؟ شوف. إي هذا هو مرة متجمد الحمد لله. بالفيك وما قدرت أسحبه والله. الحمد. إي سحبته بالجهاز. جميل. هذا المقطع الذي شاهدنا فيه ما بعد عملية للماء الأبيض لأحد المرضى المستفيدين من جمعية سفانة في حائل. دكتور سعيد عطنا المشاعر اللي والله شوف المشاعر. طبعا هذا الفيديو أنا رافض أطلع صراحة، لكن لو إصرار يعني الجمعية وأنه هذا له أثر كبير على الداعمين، يعني هم طلبوا مني بس أعطيه الداعم اللي دعمهم يعطونا فيديو
يشرح له كيف الانطباع، وفعلا هذا اللي حصل معنا في العمليات. الحمد لله. هذا الناس ما تشوف زي كذا، فتعطي الناس المحتاجة أولى. احنا حتى بعض الناس يجي عينه الثنتين، يجي عينه الثنتين نسوي له عين واحدة، والعين الثانية لو فيها ما أبيض نخليها، نروح نجيب واحد ثاني يشوف نسوي له عين واحدة، بحيث نعم. ان هذا يشوف بعين واحدة، الثاني ممكن عينه الثنتين الأولوية للشخص الثاني. فهمت علي؟ ايضا انه المانحين ايضا لما يشوفوا المقاطع هذه يكون يعني لما تقول لهم كلام ما هو زي يشوف صور فيديو. وايضا المشاهدين ان شاء الله الله يكتب الاجر نية طيبه في الموضوع. نعم. هذا انه الجمعيات تقوم بعمل جبار يعني هنا تحت الحاله هذه زي ما شفت، وحالات كثيره من ضمن الحالات ايضا يعني في احد كبار السن تشوف سعاده فيه عجيبه، ودك من كثر السعاده فيه ودك تروح تمشي معه يعني من كثر ما قاعد يعني يقول انا يعني يقول انا عمري 20 سنه، هو عمره فوق 80 ما شاء الله. اي والله يقول انا توني مولود من جديد انا الحين يعني. هذا كلام طيب يا عم ايش قال؟ حن هو كبير في السن يقول حنا عندنا طبعا قديما الكبار السن بدوا كذا من اول، يقولون اذا الواحد نعمى يعني ما صار يشوف يقولون مات الله يرحمه سبحان الله، لانه غالبا انه ضعف النظر هذا ما يعالج او انه في اعتقاد قديما. نعم نعم نعم. فالآن فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل الناس الداعمين ومن فضل يعني الجمعيات نعم. عملهم الجبار. أيضاً وجود مثل هالجمعيات المباركة التي تقدم الله يجزاهم خير يقوم بعمل نعم جبار للمرضى، وخاصة في المناطق اللي تكون بعيدة عن المناطق الرئيسية. وكان عندنا مثال في هذا المقطع جمعية سفان الخيرية، نسعد يكون معنا أيضاً الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية بعد قليل إن شاء الله، لنتعرف أكثر على الجمعية وعطائها وما تقدمه أيضا في مجال العمل الخيري فيما يتعلق بمرضى العيون. نسعد يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور إبراهيم التويجري، وهو الرئيس التنفيذي لجمعية سفان الخيرية بحائل. السلام عليكم دكتور إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مباركين بهذه العطاءات ما شاء الله الطيبة. شاهدنا مقطع من الفيديو، العملية الجراحية أيضا أجريت في حائل، وحدثنا عن أولا جمعية سفان الخيرية بشكل عام، ثم ننتقل حول العمل الخيري فيما يتعلق بالعيون وصحة العيون. أولا حياكم الله وجزاكم الله عنا خير، وحقيقة تسعد الجمعية وأسعد أنا أن أكون مداخلا معكم في هذا الوقت المبارك. جمعية سفانة الخيرية هي جمعية صحية تأسست من عام 1432، وهدفها تقديم الخدمات الصحية الخيرية للمرضى الأكثر احتياجا ممن ليس لهم أهلية العلاج، وكذلك تساهم في نشر الوعي الصحي في كافة أفراد المجتمع. ما شاء الله. ولها برامج حقيقة عديدة من العمليات الجراحية والأجهزة الطبية ورعاية كبار السن وزيادة التوعية والمفاصل وغيرها، فهي جمعية صحية عامة ليست تخصصية في مرض معين. زادكم الله بركة وتوفيق. قبل أن ننتقل للعيون وعطائكم لمرضى العيون، ما هو معنى اسم سفانة دكتور إبراهيم؟ هي سفانة رمز حقيقة لبنت للصحابية سفانة بنت حاتم الطائي، باعتبار أنها من الطائي يعني. ما شاء الله. سفانة تفخر فيها. نعم. فيكون أيضا لها ارتباط بالمنطقة وحائل. جميل. ما هي إذن عطاءاتكم لأهل حائل وسكان حائل الذين هم يعني من مرضى العيون وعطاء جمعية سفانة لهم؟ حقيقة يمكن أضيف إضافة يسيرة حول جمعية سفانة. حقيقة أخذت ولله الحمد عدد من يعني هذه السنة ولله الحمد في الحوكمة حصلت على 100%. ما شاء الله. ولله الحمد هذا أول يعني جمعية صحية في المنطقة تحصل على ما شاء الله. هذا يعني الرقم ما شاء مميز الله. يعني. ما شاء الله. وكذلك أخذت العام الماضي جائزة أمير المنطقة بصمة ما شاء الله المبادرة الذهبية، كذلك عندها شهادات في المنظمة الموثوقة وشهادة الإيزو والشهادة الدولية المعتمدة، وممكن مراجعة عدد من الشهادات موجودة في الجمعية على أساس ما نأخذ من نعطي مداخلة العيون حقها يعني. جميل. العيون نعم، هل هناك يعني عدد معين من العمليات، نوع العمليات والمرضى ومدى استفادتهم؟
الحقيقه عمليات العيون متعدده يعني، لكن اكثرها رواجا وكثره واحتياجا هي الماء الابيض، لكن عالجنا ايضا الماء الازرق وتصحيح النظر وعمليات الحوال. كذلك عندنا عيادات للكشف يعني كشف المرضى، هذه مع مبادره مع شركه الاسمنت اسمنت حائل، وأقمنا 12 عيادة خلال الفترة الماضية منها 8 استشاريين والمستفيدين تجاوزوا 250. وأما العمليات عموما العيون وصلت إلى عدد حقيقة كبير، يعني وصلت إلى 3000 وتقريبا 100 من بداية عام 18 حقيقة ما شاء الله 2008. نعم، وحقيقة هذه كل العمليات يعني عملية سحب الماء الأبيض هي اللي لها حقيقة كثرة واحتياج جميل. كبير وحقيقة أشيد حقيقة بالداعمين للعمليات المخصصة للعيون، منها إحسان ومنها مؤسسة عبد الله العثيم ومزن والعليان وأضحيان جزاهم الله خير جميعا. نعم، وعدد والله حقيقة من الداعمين الحمد لله، ونشيد حقيقة برئيسنا الفخري سمو الأمير والدولة كل ما قصرت مع الجمعية في شيء أبدا الحمد لله. وهذه النتائج حقيقة هي من ثمار حقيقة ثمار دعم الدولة الكريمة لنا في هذا الحمد لله. قبل أيام يعني شاركنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني يجعلوننا إن شاء الله من سفرائهم خارج المنطقة، وهذا فخر ما شاء الله. يعني نشكرهم عليه يعني. جميل، إذا إن شاء الله تمتد العطاءات إلى خارج أيضا المملكة، بارك الله فيكم. لمن يرغب في التواصل مع الجمعية كداعم لها أو مستفيد من خدماتها كيف له ذلك دكتور عبد إبراهيم؟ عندنا ما ابتداء مثلا من الجوال 05 أي. 08 72 55 53. نعم، وحقيقة فيها يوجد لدى الجمعية متجر إلكتروني ممكن يستقبل يعني التبرعات وغيره والتواصل معنا، وممكن فيه جميع آليات التواصل. جميل. إذا كتب في جوجل متجر جمعية سفانة أو كتب جمعية سفانة، ولله الحمد الجمعية حقيقة حتى تفخر بموظفيها، لأن عندنا يعني حقيقة الشفافية و قياس الأثر أمام المرضى، لأنه عنايتنا مع المرضى لأنهم أشد احتياج حتى في الأسلوب، ونقيم الموظفين على هذا. جميل، يعني هذا يهمنا كثيرا. بارك الله في خير. بارك الله في عطاءاتكم، وللمزيد إن شاء الله من العطاء والبذل والتميز حقيقة في تقديم العمل الخيري، سعدنا كثيرا يكون معنا الدكتور إبراهيم التويجري وهو الرئيس التنفيذي لجمعية سفانة بحائل، شكرا جزيلا له. تعليقك دكتور سعيد على ما ذكر دكتور إبراهيم في هذه الجمعية وعطاءاتها المباركة في يعني هم مجال العيون وغيرها، لكن لو علقت على ما يتعلق بعمليات العيون. ما شاء الله الجمعية لها أثر كبير بمنطقة حائل، وليس منطقة حائل، شمال المملكة. ما شاء الله ما شاء الله شغل جبار، يعني في شباب طموح هناك يشتغلون كفريق طبي ما شاء الله، حريصين دائما على التطوير، العمل المستمر، العمل الجماعي، حريصين أيضا على خدمة أهل حائل وشمال المملكة أيضا، يعني مو ممكن رفحة الحدود الشمالية، فالله يجزاهم خير. طبعا خلال عملي معهم يعني يقومون بعمل جبار، يعني ليس بس عمليات، لا عندهم مثلا يسوون عيادات مع جمعيات محتاجة، مثلا مع الدوائر الحكومية، مع يعني مع المدارس، مع يعني في جميع الدوائر لهم أثر جمعية سفانة، يعني حتى يسوون عيادة متنقلة في العيون، تعاونت معهم يعني أكثر من عيادة ما شاء الله،
جميل. الله يجزاهم خير يعني إن شاء الله يكتب أجرهم ويجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم. اللهم آمين. حقيقة يعني شعور بالفخر عندما نشاهد جمعيات خيرية، شفنا جمعية عيوني والآن سفانة وجمعية ثالثة بعد قليل إن شاء الله سنتعرف عليها وسن يعني نشاهد شيء من الأثر الطيب والمبارك. نعود إلى بعض الصور لخارج المملكة، وهناك مقطع فيديو أيضا لبعض المرضى في أفريقيا ممكن نشاهد الآن إذن، وكبار السن أيضا هناك والأثر الذي يكون ما شاء الله. يعني شوف عطنا التعليق على هذه الصورة وهذا المقطع دكتور سعيد. شوف طبعا هناك خارج المملكة أم داخلها نفس الشكل، يعني شوف هنا كيف أربعة ثلاثة ماسكين بعض، شوف ما يمشي هذا يمسك بيده وهذا يعني صح. دائما يساعدون بعض، ممكن واحد منهم يشوف شوي متر مترين الثاني ما يشوف شيء، فتلقى صح. هذا يمسك وراه وهذا يمسك وراه، ما يبغون يثقلون على بعض. فشوف قبل العملية كيف يمشون، هذا مشهم أي نعم. ما يقدر يمشي ما يشوف، يلا يشوف اليد تتحرك قدامه فيشوف بس يمسك يد اللي قدامه واللي قدامه يمسك اللي قدامه، هذا قبل العملية. شوف يعني كيف جميل. هذا يكون يعني يمكن نشاهد بعد قليل بعض الصور أيضا يعني ما بعد ذلك كيف الآن، هذا قبل العملية، بعد العملية كيف يعني الآن كان شفنا يتلمس ويشوف اللي حوله ويحاول يعني يمسك الشعور. كيف بعد العملية؟ والله الشعور مو بعد العملية، وقت العملية الحين لما نسحب الموية البيضة، الآن الموية البيضة زي الغطاء كذا، تخيل انك غطاء حاطه في وجهك، لما تسحب الموية البيضة تطلعها المريض يهتز كذا وقت العملية، تحس انه يعني شاف شيء، يعني تقول ها شفت حاجة، قال لي شوف يصير شوف اوضح شوية، فوقت العملية تحس انه يعني يحس انه شاف شيء. لما يقوم اليوم الثاني، انه طبعا عشان هذه العمليات تجرى تخدير موضعي نغطيها، لما تفك الغطاء منهم تشوف السعادة، نعم تشوف شخص ثاني تماما. طيب حتى الملامح الوجه جميل. الكلام تغير. احنا اخذنا الوصف الان منك دكتور سعيد، ولكن نريد ان نشوفها صورة ان شاء الله حية مع مشاهدين الكرام في هذا المقطع الفيديو قبل وبعد العملية، ونعيش الأجواء هذه مع المرضى في العمل الخيري فيما يتعلق بعمليات العيون، نشاهد سويا مشاهدين الكرام. تشوف تشوف وجهي يا عم ولا ما تشوفني؟ والله ما تشوف شيء ابد ها؟ والله لا ان شاء الله بعد العمليه تشوف ان شاء الله. الله الله ينفع بها ان شاء الله. اللهم الله يجزاك خير. السلام عليكم، ها اليوم كيف احسن؟ الحمد لله. ها تشوف وجهي اليوم ها؟ طيب تسلم تشوف؟ ما شاء الله صرت تشوف وجهي ها؟ امس كنت ما تشوف؟ مره. والحين؟ بس الحين يعني اشوف. تشوف وجهي واضح، نشوف المويه هذه، المويه ما شاء الله، هذه اللي سبق هذه اللي شلينا المويه فيها ما شاء الله، بعد العمليه الحين تشوف ملامح اوضح ها؟ اي اوضح يعني. تشوف الاولاد وذا كنت ما تشوفهم، الحين تشوفهم، هذه تشوفها مين؟ اي اشوفها عرفتها. ما شاء الله تبارك الله، شاهدنا كيف هي المشاعر قبل وبعد العملية، وكان هذا من المستفيدين من جمعية عيوني الذين سيكونون معنا أيضا بعد قليل. تعليقك دكتور سعيد يعني إيه هذا مستفيدين جمعية علاجي أو علاجي، أي علاجي نعم، نعم. فهذا أيضا هذه نفس المقاطع نفس الأشياء الروتين اللي نشوفها في العيادة خاصة في الناس اللي محتاجين، فشوف يعني شوف الشعور يعني كيف الشخص قبل العملية حتى تسلم ما يمد يده ما يشوفك، فهمت؟ حتى يحرج ما يطلع المجتمع ما يروح ما يجي يكون منعزل تماما، يعني أكثر الله. الناس اللي يتسببون بالعمى تلقى انعزل أو شيء أكيد في شيء عائق له، وشوف المال أبيض كيف يعني ما يقدر يروح ما يقدر يأكل ما يقدر يمد يده، فهذه حالة بسيطة. نشكر صراحة القائمين لولا الله 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 سبحانه وتعالى، ثم يعني حرص الدولة وأنه أهلت الناس صارت حلقة توصل الجمعيات الجمعيات الخيرية بجميع طوائفها كلها في خدمة المجتمع، تكون حلقة توصل بين الناس المراكز أو العمليات اللي يجروها الأطباء أو المراكز وبين الناس المانحين والداعمين. جميل، وكيف يكون الأثر خاصة في المناطق اللي يعني بعيدة عن المناطق الرئيسية، و المناطق تكون أكثر احتياج حقيقة وصول الخدمات العلاجية وغيرها. نسعد يكون معنا الآن عبر الهاتف المدير التنفيذي لجمعية علاجي، سيكون معنا إن شاء الله لنتعرف أكثر حول هذه الجمعية أيضا وعطاءاتها في العمل الخيري فيما يتعلق بصحة العيون. دكتور سعيد، الاحتياج للمرضى لخارج المناطق الرئيسية مثل جمعية علاجي الآن والأثر اللي يكون على المريض؟
والله شوف جمعية علاجي جمعية أنا صراحة أنا أشكرهم، يقومون بعمل جبار يعني سبحان الله. المدير التنفيذي وجميع الموظفين اللي هناك حريصين، يتصلوا عليك يكلموك يلا في المريض هذا، يعني حرص شديد منهم صراحة، وصراحة يشكرون على العمل الجبار هذا، ودائما متعاونين. يعني أنا دائما أشوف ناس يعني خارج المنطقة يعني ما يعرفون الجمعيات هذه، فأنا أرشدهم وأوجههم على الجمعية، فالجمعية جدا متعاونين. ما عمر أحد يعني راح لهم أو تواصل معهم تأخروا في علاجه. أشكرهم صراحة شكر جزيل، ولا نستغني عن قناتكم دكتور عبد الله، يعني أنتم بعد لكم فضل بعد الله سبحانه وتعالى بإظهار المحتوى والمادة هذه للمجتمع، لأنه هذا حلقة الوصل، لا نحتاج الإعلاميين يظهرونها للناس، فأنتم عنصر أساسي في نجاح العمليات هذه، أو سواء عيون أم غير العيون، فهمت علي؟ سواء داخل المملكة أم خارجها، يعني إبراز فعل المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان مهم جدا. فنشكركم صراحة سواء يعني قناتكم الموقرة المحترمة أو القنوات الأخرى أن تظهر المحتوى الإعلامي هذا للمجتمع وللعالم كله. يعني حقيقة ربما المستفيد أو الداعم أيضا من هذه في هذه العمليات لا يشاهد الأثر اللي يكون موجود عند الأسرة المحيطة بذلك المريض وعند يعني مجتمعه والأثر على المريض نفسه. بقربك من المريض دكتور سعيد، الدعوات اللي تصدر من المريض، حدثنا عن هذا الأثر اللي يكون وهذه المشاعر ما بين المريض وإحساسه أيضا بالداعم اللي يعني كان جسرا وحلقة وصل لشفائه وتحسن حالته. وشوفوا الداعمين الله يجزاهم خير هم أكثر شيء يعني محتسبين في الأجر، يعني هم يسوون الحاجة يبغون أجر من الله سبحانه وتعالى، والدال على الخير كفاعله. طبعا حنا ما نقوم به من عمليات أو مساعدة الناس، والله العظيم أن نحتسب الأجر لهم، يعني هم لولا الله ثم هم ما تم العمل هذا ولا تمت مساعدة المحتاجين. صح أننا ممكن صرنا يعني في الواجهة أو قدام المرضى، لكن أنه صراحة تشوف الأثر فيهم، يعني قسم بالله العظيم، يعني شوف دراستك هذه كلها وتعبك وريحتك وجيتك وشغلك ذاك اليوم تنساه، يقول لولا ذا الدعوة. والله أذكر أحد الأبناء يقول يعني قابلت يمكن بعد 3 سنوات 4 سنوات، تقول والله يا دكتور أنها تدعي لك أكثر منا، ما شاء الله، أكثر من عيالها تشاركك. نعم. معنا الحمد لله. يعني شوف هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أول شيء إن الله يسخرك، يعني إنه ما هو بيدي ولا بي الله سبحانه، الله يسخرك شيء لعمل تساعد الناس، فهمت علي؟ نعم. طبعا العمل هذا لولا مانحين الناس المانحة أو الناس اللي الله ما حصل هذا الأمر. ما تم الأمر. نعم. هذا تماما. نعم. الجمعيات هذه إذا ما في مانحين ما لها أداء، ما لها أي دور. فعلا احنا شاهدنا المقطع اللي كان خاص بالحالة كبير السن اللي قبل العملية وبعد العملية، وكانت لجمعية علاجي، والآن معنا عبر الهاتف المدير التنفيذي لجمعية علاجي وهو الأستاذ عبد الرحمن المهنا، نسعد به. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور عبد الله. مباركين بهالعطاءات، ما شاء الله شاهدنا شيئا من الأثر يعني لجمعية علاجي فيما تقدمه. قبل أن ندخل في جانب يعني عطائكم في المرضى المستفيدين في العيون، حدثنا عن جمعية علاجي بشكل عام أستاذ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أنا أرحب بك دكتور عبد الله وأرحب بالدكتور سعيد الودعاني زميلنا في العمل الخيري وشريكنا، وحقيقة أنا في البداية لازم الله يعني أقول كلمة حق في حق هذا الدكتور، دكتور سعيد شريك حقيقي كجمعية علاجي، ساهم في جهده وفي وقته وكذلك في ماله من خلال تبرع بعض العمليات. الدكتور سعيد عملنا معه أكثر من مشروع لما يعني يحال له المستفيد حقيقة أنه يتخذ جميع الإجراءات بدون الرجوع للجمعية ويتحملها، ما شاء الله. هذه شهادة حق في البداية أريد أن أقولها في حق هذا الدكتور سعيد الودعاني اللي حقيقة مثال يحتذى به في هذا المجال. وطبعا كلماتي هذه قليلة في حقه. الله يجزاك. وبعد التحية للدكتور سعيد والسلام عليه، يعني نضع لكم نبذة صغيرة عن الجمعية الخيرية لعلاج المرضى. جمعية علاجي تأسست الجمعية تقريبا في أواخر 2016، وهي جمعية صحية خيرية
لها يعني لها ثلاث أهداف أو في لائحتها الأساسية. الهدف الأول المساهمة في علاج المرضى الداخل مع تحمل مصاريف الإقامة والعلاج والعمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة. ما شاء الله. كذلك تأمين الأدوية للمرضى المحتاجين وخاصة الأدوية المزمنة. نعم. وثلاثة والأخير اللي هو تأمين الأجهزة الطبية. جميل. مثل الكراسي المتحركة والأسرة الخاصة. بارك الله في هذه العطاءات. نعم. تتبع فنيا لوزارة الصحة. نعم. وإداريا وماليا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جميل. في هذه العطاءات المختلفة فيما يتعلق بالعيون وعطاءاتكم والعمليات التي تجرى، لو أخذنا فكرة سريعة وموجزة عنها أستاذ عبد الرحمن. طبعا جانب عمليات العيون أخذ يعني جزء كبير من جمعية من الخطة التنفيذية والتشغيلية في جمعية علاجي منذ بدايتها. ما شاء الله. فدائما مشروع العيون موجود في الخطة التنفيذية. عملت الجمعية في البداية على تقليص قوائم الانتظار شراكة مع المستشفيات الحكومية، سواء مستشفى الملك خالد التخصصي العيون ومدينة الملك سعود وكذلك مركز مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي. هذا بالنسبة للمستشفيات الحكومية. طبعا إجمالي العمليات التي نفذت إلى الآن 3563 عملية مختلفة. طبعا لما نتكلم عن عملية فهي عملية حقيقية، سواء في الشدقة الأمامية أو الجلوكوما أو الجراحات التقويمية أو طب عيون الأطفال أو الشبكية والجسم الزجاجي. جميل. وكذلك القرنيات. في البداية بدأت الجمعية بتقليص قوائم الانتظار كمشاركة من القطاع الثالث مع القطاع الأول الحكومي لتخفيف العبء الكبير على المستشفيات الحكومية، وذلك من تقليص قوائم الانتظار. ما شاء الله. فكان هناك شراكة مع مستشفى الملك خالد. نعم. تخصصي. تم تنفيذ 1650 عملية. ما شاء الله. كشراكة مجتمعية خفضت قوائم الانتظار في وقته في ذلك الحين عام 17 بنسبة 50%. ما شاء الله. كذلك الجمعية تؤمن المستلزمات والمعينات البصرية، فأمنت خلال هذه الفترة من الأجهزة 1285 جهاز ما شاء الله. بصري كمعينات بصرية. نعم. جمعية ممكن يعني نسأل أنفسنا ليش الجمعية مصرة أن يكون هذا المشروع مشروع العيون في كل سنة حاضر في الخطة التنفيذية والخطة التشغيلية، وذلك لما لمسناه من حاجة المجتمع. نعم. وخاصة في الأماكن الطرفية، ويؤكد كلامي الدكتور سعيد أن أغلب مستفيدين من المناطق الطرفية ما شاء الله. ليس لديهم مستشفيات متخصصة كأجراء العمليات. جميل. فعملت الجمعية على عقد شراكات مع الجمعيات الموجودة، الجمعيات. نعم. سواء. نعم. تنمية المجتمع. نعم. أو المستشفى. احنا أستاذ عبد الرحمن في الوقت الأخير في هذه الحلقة ودنا فقط إذا هناك طريقة تواصل نختم فيها لقاءنا معك أستاذ عبد الرحمن، ونحن فخورين بما تقدمون فيه في جمعية علاجي، بارك الله فيكم. الله يتواصل يعني مع الجمعية. نعم. لمن يرغب في الدعم والاستفادة بإمكانه الدخول على موقع الجمعية في الطلبات الإلكترونية، بإمكانه تقديم الطلب، سيكون التجاوب بأسرع وقت ممكن خلال 4 أيام إذا انطبقت شروط الجمعية على المستفيد. خلال 4 أيام يتم تحويله إلى المستشفى المتخصص. جميل. بارك الله في عطاءاتكم، وللمزيد من العطاء والإبداع في تقديم العمل الخيري، وما شاء الله موفقين ومباركين. كان معنا الأستاذ عبد الرحمن المهنة المدير التنفيذي لجمعية علاجي. ما شاء الله شاهدنا عطاءات مختلفة دكتور سعيد، عدد من الجمعيات، عيوني وسفانة وعلاجي، عطاءات أيضا للمملكة في الخارج. نحن في الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء، بماذا تريد أن تختم ونحن قد عنوناه بصحة العيون والعمل الخيري؟ والله أولا أشكر يعني أشكركم على الاستضافة، وعلى يعني صراحة ما شاء الله دكتور عبد الله يعني حاولت أنك تلم شيء كبير يعني في العمل في العمليات المجال في مجال العيون. طبعا هنا ما يخصني أنا، يخص الزملاء كلهم، إحنا كأطباء عيون ما شاء الله الزملاء يعني يقومون بعمل جبار بشكل أسبوعي. أنا أقول لك في زملاء يطلعون في الخارج بشكل أسبوعي في عمليات خيرية من خلال دعم المانحين عن طريق التواصل مع الجمعيات المانحة. الله يكتب الأجر إن شاء الله. اللهم آمين.
سعيد جدا باللقاء. الحمد لله، بارك الله فيكم، ونحن يعني حقيقة مسرورين لما نشاهده من عطاءات المملكة في الداخل والخارج، وما يقدمه الباذلون أيضا عبر هذه الجمعيات الخيرية لتمكينها من العمل الخيري، والمستفيدين في المناطق الطرفية والأكثر احتياجا وفي الخارج وفي أفريقيا، عبر أيضا مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية، لتبقى المملكة العربية السعودية بلد العطاء في الداخل والخارج. كانت جرعة من الوعي ومعها جرعة من الأمل والعطاء استمتعنا فيها معكم مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا لكم، واللقاء يتجدد بكم ومعكم إن شاء الله. نترككم في حفظ الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.